السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خو أنا كنت شاهد عيان، أنا حضرت من الأول هاد الناس هادو، وأقسم لكم بالله العلي العظيم وهاد العواشر ما غادي نكذب شي حاجة. هاد الناس هادو اللي ماتوا الله يغفر لنا ولهم الله يرحمهم في هاد النار، ما كانوش دايزين من الترامواي. كذب عليكم كذاب يقول لك كانوا دايزين من طريق الترامواي، كانوا دايزين من الطريق العادية ديالهم، الطريق العادية ديالهم ما كان تابعهم حتى شي واحد. بنادم تيبقى يقول لك لا راه كان تابعهم شي واحد ولا ضرباتهم شي طوموبيل وهربات ولا شي حاجة، هاد الهضرة ما كايناش. أنا شفت كلشي، كانوا دايزين طريق عادية، طريق عادية ديالهم، ما كانوش طالعين لا من الترامواي لا من والو. هاد الدورة اللي بغاو يدوروا بشوية كليزاج ديال الموتور، موتور تزلق بيهم والله يرحمهم مساكن وماتوا. كانوا غاديين لا السرعة، كانوا ما كانوش غادي يمشي سرعة اللي زعما كاينة شي سرعة اللي بزاف، هما مكتبة لهم يموتوا في هاد اللحظة وفي هاد النهار. هادشي اللي كاين، ما كانوا غادي يمشي بواحد السرعة زعما ماشي شي سرعة شي سرعة زعما كاينة بزاف ولا شي حاجة، سرعة بحال هكا كتجاوز قولوا حنا 90 هكاك ولا 80 حتى ل 100 ما واصلاش كاع. كانوا ديال الأشخاص، كانوا ثلاثة الأشخاص الأعمار ديالهم اللي كانوا في موتور تيماكس كبير. لا الأعمار ما عرفتش ما نكذبش عليك. المهم هادو ثلاثه ولاد الناس الله يعمرها دار، باينه فيهم دراوش. انا اللي جيت دابا درت هاد الشيء بغيت نصحح. بنادم تيقول لك راه كانوا دايزين من الطريق ديال الترامواي، ما كانوش دايزين من الطريق ديال الترامواي نهائيا، اقسم بالله كانوا دايزين من الطريق العاديه ديالهم غاديين. بغاهم الله هاد الناس وداهم، والله يغفر لنا ولاهم الله يرحمهم، والله يثبتهم عند السؤال. وهذا ما كاين ديك الدقه حركه، كنجي كنلقى ثلاثه الدراري جوج مليوحين ليه عند هاد النخله، واحد طايح هنا في هاد البلاصه فين دايرين الماء، هنا فين كاين الدم، هنا طايح هكا ما كيتململوش. لا انا كيبان لي مغيبين، ما كاينش شي واحد فيهم هكا كيتململ ولا بحال ما كيتنفسوش بعض المره. المدرسه لهي يعني الموتور وصلت ل وصل للدوره لهي ديال المدرسه. شحال كانت الساعه باش كاين ما يكون غير تكروازه مع شي طوموبيل ولا شي موتور ولا ما انا ما كيبان لي والو من داكشي. صغار شحال تكون في الفلاش شباب مع طايحين بحال هكاك ما تقدر تحكم عليهم، يمكن بين 22 24 سنه بحال هكاك. ما اخي اش نقول لك، الوالدين ديالهم الله يرزقهم الصبر يا اخي. اش غادي نقول، ما الله يرزقهم الصبر.